كل عام وأنتم بخير. أقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد قليل من المصلين، وأما المصلين وألقى خطبة العيد الشيخ يسري عزام. وأكدت الخطبة على أن باب الرحمة لم يغلق بانتهاء شهر رمضان، حيث إن يوم العيد هو يوم المغفرة ويوم الجائزة الكبرى للصائمين. ليست تكبيرات العيد وحدها من افتقدها المسلمون داخل المساجد والساحات المخصصة للصلاة هذا العام، ولا الخطبة المنتظرة في نهاية الصلاة. الصلوات الجماعية نفسها منعت بعد تفشي فيروس كورونا وانتشاره وتمدده، وربما تكون هذه المرة الأولى التي يشهد بها المسلمون جميعا إغلاق أماكن الصلاة في العصر الحديث، وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية التي تضمن عدم انتشار الفيروس تقام صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من المصلين وتبث على الهواء مباشرة، مع توجيه وزارة الأوقاف مساجد الجمهورية كافة برفع تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت لبث البهجة التي اعتاد عليها المصريون قبل كل صلاة عيد. من فضل الله عز وجل علينا عدنا اليوم ونكبر ونهلل في بيوت الله عز وجل. هذه انطلاقة لها ما بعدها بإذن الله، ستكون الجمعة القادمة أيضا من رحاب مسجد السيدة نفيسة. الجميع كان يكبر ويهلل ويلبي، ولكن كانت هذه التسجيلات تنطلق أيضا إلى جميع مساجد جمهورية مصر العربية. 180 ألف مسجد كانوا اليوم يكبرون وينطلقون في توقيت واحد مشاركة لإشعار الناس بروح هذا العيد واستشعارنا بهذا العيد. خطيب الصلاة الوحيدة دعا من أعلى منبر مسجد السيدة نفيسة بأن يكشف الله الغمة ويزول الوباء سريعا وتعود الحياة لطبيعتها، وأن يحفظ الله مصر أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين. كان الدعاء ركزنا اليوم أن ربنا يصرف عنا الوباء والبلاء، وأن ربنا يعجل بالفرج، لأن الناس كلها في اشتياق لزوال هذه الجائحة التي سادت العالم ولم يسلم منها إلا القليل في العالم، والناس مشتاقة للمساجد. يمكن ربنا اختارنا النهاردة واختصنا أن احنا مجموعة قليلة نصلي في المسجد، وإن شاء الله أول الغيث قطرة. الله أكبر. واليوم وبعد إقرار هيئة كبار العلماء بشأن منع الصلوات الجماعية وجواز صلاة سنة العيد بالمنازل دون خطبة، يعاد التذكير بواحدة من أهم مقاصد الشريعة، وهي حفظ النفس البشرية المقدمة على أداء الصلوات الجماعية. من مسجد السيدة نفيسة، وليد هيكل، التلفزيون المصرية.